بسم الله الرحمن الرحيم. انا نخمن هذه الخطوه لانه اللغه الانجليزيه هي لغه حيه ولغه يعني عالميه ولغه تاع التكنولوجيا، لغه تاع الصناعه، تاع يعني اللي داروا الثوره الصناعيه في القرن مطلع القرن 18 ولا 9، المهم اللي داروا الثوره الصناعيه هم الانجليز، وهذه امريكا وقصه امريكا. امريكا هم انجليز، على السكان الاصليين تاع امريكا هما اللي اسمه امريكيين الهنود الحمر، والسكان الاصليين تاع امريكا هما الهنود الحمر، والسكان اللي جاوا لامريكا من الاوروبيين وخاصه من الانجليز اصحاب الثوره الصناعيه. صح، دوك احنا لما نتفتحوا على العالم هذايا راهي العولمه، دوكا لا مونديالايزاسيون، كي نتفتحوا على العالم نشوفوا الميديا واش اسمه الاعلام هذايا الالي، واش اسمه السوشيال ميديا، الالات هادو ما يعني كيما احنا نقولوا ماشينا لافي ولا تلفزيون ولا اي حاجه، سياره، اي حاجه راهي تبتكر، يعني هادو ما امور خلاص تقليديه. واش راهو يخرج يعني الصناعه الحديثه هذه اللي تخرج المستحدثه كلها بالانجليزيه، كاتالوج لما تفتحوا تلقاه بالانجليزيه. الفرنسيين بالك بالجوار، جوارهم الانجلترا والمانيا، يعني داو الصنعه والحرفه، يعني صراحه الانجليز متفوقين في اوروبا، الانجليز متفوقين، الانجليز والالمان بدات هاد الزوج هادو لي ناسيون هادو، الانجليز والالمان ناس متحضرين وناس متقفين. صح، انا نتشرف اني نقرا الانجليزيه. نعاود نرجعوا للسؤال تاعك، نتكلموا من الجانب البيداغوجي، هل الطفل يستوعب؟ دوك انايا باش نقول لك تزيد له الانجليزيه على حساب الطالب نقول لك صح بزاف عليه شويه، ولكن انا واش نقول يعني ينقصوا يخففوا له شويه في البرنامج البيداغوجي، يعني من حيث الكثافه تاع الدروس ينقصوهم له شويه ويضيفوا له الانجليزيه. اللغات الحيه كاع ملح، سواء فرنسيه ولا انجليزيه ولا اللغه المانيه ولا اسبانيه. بالمناسبه الجزائر راهي بدلت الشريك الاقتصادي ولا الشريك السياسي ولا شريك على فرنسا، واتجهت اسمه اتجهت لايطاليا، يعني رانا مطالبين كذلك نتعلموا الايطاليه، نتعلموا الروسيه الايطاليه. ولكن علاش مليحه في البريمير الانجليزيه؟ الانجليزيه لغه عالميه، يفياندرا لوجور بالك العربيه تولي الرائده، ولكن مؤقتا الانجليزيه لا راهي الرائده، سنوات طويله راهي مستحوذه يعني على الصداره. انا واش نقول الصغير، طفل صغير يستوعب ويقدر اللغه، وكان يتصرها كي يكون صغير في البريمير يولي جونغلي بها كي يكبر. صالو كان تعطي له الانجليزيه في الليسي يولي يتعقن وما يعرف لهاش، ويولي ما يجي يطلع للجامعه ومن بعد يروح يتخصص منا. ما انا نقول انا نستحس انا ليا، مانيش نتكلم باسم الشعب الجزائري، كضادي كباحث وناقد وفيلسوف وناقد اجتماعي، انا أثمن هذه الخطوة. علاش راني نضحك؟ لأنه كاين البعض يقول باللي ضادي هذا راهو بالك يعرف كلش، ولا أنا ماشي نعرف كلش، نبحث. البحث العلمي، النقد، لازم تبحث يا أخي. نقعدوا غير ناكلوا، كلينا 30 سنة وحنا ناكلوا، عيينا من الماكلة، لكن لازم نخمموا. لابد الآن الجزائر تتفتح على العالم من حيث اللغات، من حيث السياحة، ولازم الصغار ديالنا هادوما يكون عندهم واحد الميكانيزمات او الادوات اللي يقدروا غدوه كي يكبر ماشي تعيقوا اللغه وتعيقوا هذا الاخر. خلاص دعه يعمل، دعه يمر، خلاص هو واجد او يعني عنده اسلحه، واللغه من بين الاسلحه الفتاكه. وفي الاخر نقول بون كونتينياسيون وخطوه ممتازه، وما ننساوش ما راناش ضد الفرنسيه، ماشي معناتها نتبنى الانجليزيه نعادي الفرنسيه، نقول نتبنى الكل في الكل باش ننطلقوا انطلاقه صاروخيه ان شاء الله.